أهلا من جديد مشاهدينا. إذن أقل من أسبوعين على عودة الطلاب والطالبات إلى صفوف المدارس في السعودية التي ستشهد بدء تطبيق برنامج الطفولة المبكرة في مرحلته الأولى في عدة مدن ومحافظات سعودية. هذا البرنامج مشاهدينا يشمل نصف الصفوف الأولية من مدارس البنين ونقلها إلى مدارس بناتي أو إلى مدارس البنات ورياض الأطفال. كما يذكر أن وزارة التعليم السعودية قد شرعت بتطبيق مقترح دمج الصفوف الأولية مع فصول الطفولة المبكرة في مدارس البنات والبنين فور اعتماده من قبل الوزارة بداية العام الماضي.